الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا عفى الله عنك قال: وما ترات النفساء الطهر في أثناء الأربعين يوما اغتسلت وهي طاهر فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء، لأن النفاس لا حد لأقله، فإذا رات الطهر فهي طاهر تعمل ما تعمله الطاهرات. ومن أجري لها عند الولادة عملية قيصرية فأخرج الولد من غير الفرج فحكمها حكم النساء، فحكمها حكم النساء النفساء، إن خرج منها دم جلست كما تجلس النفساء، وإن لم يخرج منها دم فهي في حكم الطاهرات. أما إذا حصل عند المرأة نزيف إسقاط أي خروج للدم وقت حملها بسبب وفاة الجنين وبقائه أو بقاء بعضه في الرحم، فعمل لها عملية تنظيف للرحم فاستمر خروج الدم منها بعد إخراج الحمل الذي في بطنها بهذه العملية، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق إنسان وهو ما تم له 80 يوما فهي نفساء، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تعتبر نفساء. ذكر مؤلف في هذا عدة مسائل. المسألة الأولى ذكر أن النفساء إذا رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، فمتى ما رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي. وأما إذا تجاوز الدم 40 يوما فهذا محل خلاف، الصواب في ذلك أيضا أن تغتسل وتصلي، وهذا قول جماهير العلماء. لقول ابن عباس رضي الله عنه: تمكث النفساء 40 يوما، رواه الدارمي وابن الجارود بسند صحيح. وأما حديث أم سلمة: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث 40 يوما، فهذا معلول، فإنما دار على مسة الأزدية عن أم سلمة، وهو معلول بعلتين: العلة الأولى مسة الأزدية مجهولة غير معروفة، العلة الثانية لا يقبل تفردها بذلك. ثم ذكر مسألة من أجري لها عملية قيصرية، هذه تأخذ حكم النفساء إذا خرج الدم من فرجها، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تكون بمنزلة الطاهرات وتأخذ أحكام الطاهرات، لأن العبرة بالدم. ذكرنا بالأمس أن الراجح أن النفساء أن الحامل ولو كانت تطلق وخرج معها دم أنه لا يعد نفاسا في أصح قولي العلماء، ذكرنا الخلاف في ذلك، ذكرنا 3 أقوال. القول الأول أن الدم الخارج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين يعد دم نفاس، وقال الثاني أنه إذا صاحبه طلق يعد دم نفاس ولا لا، وقال الثالث أنه لا يعد دم نفاس مطلقا، هو الصواب أنه لا يسمى نفاسا إلا مع الولد، وبدون الولد لا يسمى نفاسا. ثم ذكر مؤلف المسألة الثالثة وهي المتعلقة بالسقط. ذكرنا إذا بلغ 80 يوما كانت المرأة نفسا، وهذا اجتهاد من المؤلف لا دليل عليه. الصواب أن لا نعد المرأة نفسا إلا إذا سقط ما نفخ فيه الروح، هذا يسمى ولدا. أما ما لا يسمى ولدا ولو تخلق ولم ينفخ فيه الروح فلا نعتبره شيئا، نعتبر قطعة لحم ولا ينفخ فيها الروح إلا بعد 120 يوما، وهذا هو الذي يصلى عليه والسقط يصلى عليه طبعا استحبابا لا إيجابا، وهو الذي نعتبره نفسا وتعلق بأحكام مهمة كمسألة الخروج من العدة. بمعنى لو توفي الرجل وامرأته حامل، إذا أسقطت في 40 الأولى فلا شيء، حينئذ نوجب عليها
العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. وعلى قول المؤلف إذا وضعت في الثمانين تكون قد خرجت من العدة. وعلى قول قلنا هو صح لا بد ينفخ فيه الروح لا بد من 120 يوما تكون قد خرجت من العدة ولو سقط ميتا. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: وإن عاد دم النفاس في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا، لأنها في زمن النفاس، فإذا عاد الدم في زمن النفاس علمنا أن نفاسها لم ينتهي بعد، فتعمل عمل النفساء كما لو لم ينقطع عنها الدم. نعم، هذا على القول بأن النفاس 40 يوما صحيح، وقول الجمهور تقدم. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. هذا الحديث جيد وهو محفوظ بلفظ من تقص منهن شيئا، هذا اللفظ أصح. نعم. عفى الله عنك. فغير المسلم وهو الكافر لا يلزم بها حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه بالإجماع، وإن كان على الصحيح مخاطبا بفروع الشريعة. إن كان كفار على الصحيح مخاطبين بفروع الشريعة، بدليل قول الله جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكوا من المصلين، مع أنه لو صلوا ما قبلت من صلاتهم. وكما قال الله: وما منع من تقبل منهم فقد إلا أن كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم سالى، إلى آخر الآية. فهم مخاطبون بفروع الشريعة، ما فائدة مخاطبتهم؟ أنهم يعذبون على تركها، وهم إذا أدوها لا تقبل منهم إلا باستكمال الشروط المصححة للعمل. نعم. عفى الله عنك. ولكنه يحاسب عليها في الآخرة، لقوله تعالى عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وغير البالغ وهو الصغير، وكذلك غير العاقل وهو المجنون والمعتوه ومن يشبههما، لا يجب عليهم أداؤها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. نعم، هذا حديث روى من طرق وفي الأسانيد مقال، وأحسن حديث عائشة عند أبي داود وغيره في إسناد حماد بن أبي سليمان، صدوق سيء الحفظ. وقد صح هذا عن علي موقوفا، رواه البخاري صحيح معلقا. قد قال لعمر: وقد علمت بأنه قد رفع القلم إلى آخره. فهذا يشعر بأن له حكم المرفوع، لأنه يخاطب عمر يقول: وقد علمت، يعني كان يشعر بأن هناك شيئا. قد قال الحافظ العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحوي أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح، هو قول الأكثر. وقال أيضا: ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. فهذا اللفظ لم يكن صريحا لكن يشعر بالرفع، وهذا أصح شيء ورد في هذا الباب. نعم. عفى الله عنك. قال: ولا يجب عليهم قضاؤها بعد ذلك بالإجماع، لكن يستحب أمر الصغير بها إذا بلغ سبعا، ويجب على وليه إجباره على أدائها إذا بلغ عشرا، ليتعود عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. أما المغمى عليه
فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات وقت الإغماء على الصحيح قياسا على المجنون، لأن كل منهما فاقد لعقله فقدا كاملا. ومثله من استعمل دواء يزيل العقل للحاجة كالبنج عند إجراء عملية جراحية ونحو ذلك. أما من زال عقله بمحرم كمسكر أو استعمال دواء يزيل العقل بلا حاجة فيجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته لأنه غير معذور، وهذا لا خلاف فيه. زوال العقل نوعان. النوع الأول أن يزول عقله بفعله، يزول عقله بفعله كشرب شيء مسكر ونحو ذلك، فهذا يقضي ما فاته اتفاقا، فهذا يقضي ما فاته اتفاقا. الأمر الثاني أن يزول عقله بفعل الله لا بفعله، كرجل أغمي عليه ثم أفاق بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فهذا فيه خلاف وعلى مذاهب. المذهب الأول أنه يقضي مطلقا، وأنه لا يختلف ما كان بفعله وما كان بفعل الله. المذهب الثاني أنه كان من ثلاثة أيام فما دون يقضي، وإلا فلا يقضي. المذهب الثالث أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها. وهذا أصح الأقوال، وما عدا ذلك يسقط عنه، لأنه لا دليل على التفريق بين القليل وبين الكثير. ولأن الذي يفرقون لو تكاثرت الصلوات كرجل أغمي عليه سنة، هل نقول تقضي سنة؟ في ناس يغمى عليهم الآن 5 سنوات 10 سنوات ثم يفيقون، هل نقول هؤلاء يقضون 10 سنوات؟ وليس هناك ضابط التفريق بين القليل وبين الكثير. وأصح الأقوال في المسألة أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح. أما المروي عن عمار 3 أيام فضعيف أيضا. نعم. عفى الله عنك. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه يجب على الطبيب أن يؤخر البنج والعملية عن وقت الصلاة، أو حتى يؤدي المريض الصلاة إذا كان يمكنه ذلك من غير ضرر على المريض. لكن لو ضرب إبرة ونحو ذلك هذا طبعا بفعله، داخل هذا بفعله يجب عليه القضاء. نعم. لكن إذا احتاج إلى عملية مثلا تستغرق وقتا فإنه يجمع بين الصلاتين إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنه يؤخر، وإذا لم يمكن لا تقديم ولا تأخير، والعملية مثلا تبدأ من الضحى مثلا فهو ما يمكن تصلي تقدم الظهر وستستمر إلى ما بعد العشاء، تعتبر هذه ضرورة، يؤخر الصلاة متى ما فاق أقضى هذه الصلوات. نعم. عفى الله عنك. قال: إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما، وهذا كله مجمع عليه كما سبق في أول الحيض. العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وشيخنا والحاضرين، والأذان 15 كلمة، والمراد بالكلمة الجملة، فالله أكبر كلمة، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة، وهكذا. والدليل ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في جمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قال ولا دهن لا ترجع فيه. من أذن الشيخ يلحق أجر زيد أجر الشيخ ليه ماذا يلحق أجر؟ من الله عليك الرؤية ويا، لكن النبي شرع ذلك قرة المشرع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أو لمن كان له سبب في ذلك. عفى الله عنه. قال والأذان لا ترجع فيه لعدم وروده في حديث عبد الله بن زيد، والترجيع هو أن المؤذن بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله للمرة الثانية يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكمل الأذان فيكون زاد في الأذان أربع كلمات. وقد ورد هذا الترجيع في حديث مؤذن أهل مكة أبي محذورة الجمحي رضي الله عنه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان هكذا مرجعا. والعجيب جرى مع أن هذا أذان أهل مكة، إلا أن أهل مكة ما يعملون ذلك، كان اللي يعمل بها للشام. وهذا من الغرائب الفقهية، كان أبو محذورة مؤذنا لمكة كان يرجع، وكان أهل الشام على أذان أبي محذورة، وأهل مكة على أذان بلال، ولم يكن على أذان أبي محذورة. وعلى كل تقدم بالأمس أن هذا السنة وهذا سنة، يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، ما لم يكن في بلد لا يعرفون هذه السنة فإنه يراعي جالهم ولا يشوش عليهم، ولكن لا يترك هذه السنة، يأذن بها في البر وبين طلبة العلم يتعلمون هذه السنة ويحيي بينهم هذه السنة المحفوظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كرر أربع مرات شيخ. نعم أربع مرات، 19 كلمة. عفى الله عنك. قال والإقامة 11 كلمة. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن زيد السابق، وقد ذهب فقهاء المحدثين إلى أنه يستحب أن يأتي في الأذان والإقامة بكل ما ثبت في السنة، فمرة يأتي بالأذان 15 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، ومرة يأتي به 19 كلمة مرجعا كما في حديث أبي محذورة. وهذا عام ليس خاصا في الأذان، هذا في كل العبادات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات على وجوه متعددة كالاستفتاحات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة كالتشاهد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة كالأذان وأمثال ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه، يفعل هذا تارة وهذا تارة، وفي ذلك فوائد. الفائدة الأولى إحياء السنة، الفائدة الثانية حضور القلب، لأنه لا يفعل ذلك إلا حاضر القلب، ولذلك أكثر الناس ما يدري يقول الله أكبر عطوا سبحانك اللهم وبحمدك، هذا شيء درج عليه، ولا ما عنده حضور قلب، ربما هو غافل يقول ذلك ما يدري. الأمر الثالث التفريق بين العبادات والعبادات، لأن إذا فعل ذلك فرق بين العبادات والعادات بخلاف اللي واظب على شيء فإنه شبه العبادة بالعادة. نعم. عفى الله عنك. زكاة الفطر. نعم. مثل زكاة الفطر التنويع. مثل زكاة الفطر، مثل شيء كثيرة، لكن يبقى زكاة الفطر هل هو سنة التنويع؟ وأنا في خلاف، والذي رجع غير واحد أنه ليس بسنة، لأن هي بيان مشروعية لا بيان سنة. السنة هي أنك ما تخرج عن الأصناف، لكن تراعي أنفع شيء لأهل البلد. أفران قال وهكذا الإقامة مرة يأتي بها 11 كما في حديث عبد الله بن زيد،
ومرة يأتي بها سبع عشرة كلمة كما في حديث أبي محذورة، وهكذا كل الصفات الثابتة في السنة. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن فيه استعمالا لجميع الأحاديث الثابتة في هذا الباب. وإذا يحفظون الناس بقدر ما تعمل بالحديث بقدر ما تحفظه. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى: كنا نستعين بحفظ الحديث، نستعين بحفظ على حفظ الحديث بالعمل به. الإنسان إذا عمل بالحديث حفظه وضبطه. لكن ربما بعض الناس قد تسأل وطالب علم عن صفة التشهد ما يحفظ إلا واحدة، هو طالب علم. لماذا؟ لأنه ما يعمل، ليس لقصور فيه لكنه ما يعمل، قد يكون حافظ لكنه ما يعمل. تسأل عن صفة أذان بمحذورة ما يعرفه، ما يعرف أن الأذان 19 جملة والإقامة كذا، ما يعرف شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه ما يمارس عمليا، وشيء إذا تمارسه عمليا تنساه. يقول في الإقامة 17 كلمة. نعم. كيف؟ لأنه مع الترجيع بالتربيع بربع و بالتربيع. عفو الله عنك. قال: وعدم هجر شيء من السنة وعليه، فإن الاختلاف الوارد في صفات الأذان والإقامة يعتبر من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، والله أعلم. قال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة ومؤتمن على عورات الناس في بيوتهم إذا كان يؤذن في مكان مرتفع كسطح المسجد والمنارة ونحوهما، فينبغي أن يكون رجلا صالحا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا حديث صواب إنه معلول، لا يصح. صواب في هذا الحديث أنه معلول، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله. نعم. عفى الله عنك. قال: وينبغي أن يكون صيتا، فيستحب أن يكون المؤذن جهوري الصوت، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، لكن يحرم. وهذا الرواية وإن كان فيها كلام، ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، فيها كلام ولكن لا يضر، لأن المعنى ثابت. لأن إذا لم يكن المؤذن صيتا كيف يبلغ، خاصة في العصور الأولى لم يكن فيه مكبرات. وحتى مع وجود المكبرات إذا لم يكن صيتا لا يبلغ أكبر قدر ممكن. فاشتراط أن يكون صيتا في الأذان أمر مهم ضروري، إن الواقع يفرضه. نعم. عفى الله عنك. لكن يحرم أن يؤدي الأذان بطريقة مطربة، لأنها طريقة مبتدعة. نعم، كطريقة أذان الحرمين الآن، الطريقة مبتدعة ولا تجد متابعتهم هؤلاء، لأن الأذان بدعة. ما دام الأذان بدعة لا تجد، الطريقة بدعة، ما دام الطريقة بدعة لا يتابع. يعني يتابع إذا أتى بالأذان على وجهه. وذلك يقول عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا. وأنكر الإمام أحمد التطريب أيضا. ولأن هؤلاء يجلس مع واحد منهم مقابلة عند صورة المقابلة، يقول: نحن نتعلم المقامات، فنحن نؤذن على المقام يقول السادس، ويقول: نتعلم الموسيقى ونؤذن على طريقة الموسيقى. ويفتي أيضا هو جاهل أبله، يقول: حلال الموسيقى، هذا مؤذن، هذا منصوب يؤذن بالمسلمين. نعم. بالنسبة التطريب يعني كيف؟ مثل الحين الحرمين موجود يا شيخ، أحيانا يستدلون بقراءة القرآن طلب تحسين الصوت مطلوب، أما قراءة خروج عن القراءة المألوفة هذا لا يجوز، تمطيط لا يجوز. مثل قراءة عبد الباسط مثلا، هذه القراءة لا تجوز. عفى الله عنك. ولما فيها من التشبه بالغناء المحرم، وينبغي للمؤذن أن يحرص على رفع الصوت وحسنه وحسن الأداء، ويستحب له أن يستعمل ما يعين على رفع الصوت كمكبرات الصوت ونحوها. لكن ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من التلحين، وهو التطويل في جمل الأذان والتمطيط عند إلقائها، فهو مكروه في الأذان والإقامة. قال: وينبغي أن يكون عالما بالأوقات، وذلك بأن يكون ذا معرفة تامة بالعلامات الشرعية التي وضعها الشارع علامة على بداية وقت كل صلاة ونهايته، كطلوع الفجر وزوال الشمس وكون ظل الشيء مثله واصفرار الشمس وغروب الشفق ونحو ذلك. وهذه تكون معرفتها
إما بالخير أو بما جد في هذا العصر من وسائل دقيقة لمعرفة الأوقات كالساعات وكالتقويم، إذا كان صادرا عن جهة موثوقة وثبتت دقته. وإن كان المؤذن أعمى أو ضعيف البصر فلا بد أن يكون حوله من يخبره بأوقات الصلاة، وذلك لأن من كان عالما بالوقت أداه على الوجه المشروع، وإذا كان غير عالم به لم يؤمن من أن يقع في الخطأ فيخطئ بخطئه المصلون والصائمون. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا والحاضرين، ويستحب أن يؤذن قائما، والدليل ما رواه عروة بن الزبير أن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أقول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رأه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: والله ما علمته، كان يتركها ليلة واحدة. والمراد بتمط بلال رضي الله عنه هنا مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس، وهذا الحكم اجمع عليه. قال رحمه الله: ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا حال الأذان وحال الإقامة، لأنهما ذكر، والذكر تستحب له الطهارة لما ثبت عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه السلام ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. نعم، وهذا مستحب ليس بواجب، بمعنى لو أذن على غير وضوء أو أذن جنبا جاز ذلك، كذلك الأذان مستقبل القبلة سنة لعموم النصوص، فلو أذن لغير القبلة جاز ذلك، لكنه خالف الأولى. وليس هذا من الأشياء التي يقول الإنسان أفعلها أحيانا، لا، هذا غلط، أنك تداوم على أن تؤذن للقبلة كما تذبح للقبلة، كما تؤذن متطهرة، وهذا أكمل الأمور وأعلاها. قد أورد المؤلف حديث المهاجر بن قنفذ، وحديث صحيح، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فذاك الرجل الذي رد عليه السلام ضرب النبي جدار الحائط وتيمم ثم رد عليه السلامة، وحديث ابن عمر. نعم، عفو الله عنك، هذا لو جاء من طريق جيد في المسند، من طريق محمد بن إسحاق، أن بلالا كان يصعد أعلى بيت لامرأة من بني النجار يؤذن عليه، وهذا حديث جيد رواه ابن إسحاق في السيرة. نعم، سنة يؤذن جالسا أجزاء، لكن السنة يؤذن قائما. قال الله: قال ويستحب أن يقف على موضع عال، والدليل حديث عروة عن المؤذن من بني النجار السابق. قال: ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، وهذا مجمع عليه. فإذا بلغ المؤذن الحي على، وهي جملة حي على الصلاة، التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح، ويكرر التفات عند كل حي على، وهذا الالتفات يكون برقبته ولا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته، لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال: أذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، رواه البخاري ومسلم. وهذا الالتفات خاص بالأذان دون الإقامة، وهو خاص أيضا بمن يفيد هذا الالتفات في انتشار صوته. أما إن كان لا يفيد في انتشار صوته كمن يؤذن داخل المسجد أو في مكبر الصوت
ونحو ذلك مما لا يستفاد فيه من الالتفات فلا يشرع الالتفات والله أعلم. هذا في نظر هذا، لأنه ربط التعليل بالالتفات للإسماع، وهذا لم يدل عليه دليل، ولو كان هذا هو الدليل على زعمه لكان الإنسان يلتفت خلفه أيضا. لماذا يلتفت يمين وشمال؟ لماذا يلتفت خلفه ليسمع الذين وراءه؟ ليست هذه هي كل العلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المكبر يلتقط، حين تنحرف يمينا وشمالا يلتقط، ما يزول الصوت، يبقى الصوت موجودا. الأمر الثالث بإمكان المكبر تأخذ معك أيضا، حين تنحرف يمينا تأخذ معك، حتى شيء ما تأخذ معك ولا تعطل السنة، تبقى السنة على ما هي عليه. نعم. عفى الله عنك. قال ويجعل أصبعيه في أذنيه. بعد الدرس الأسنى. ويجعل أصبعيه في أذنيه لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. لكن الحديث هذا معلول، جاء عند الترمذي الصحيحة ومن رواية عبد الرزاق عن الثوري، وقد رواه غير عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكر وضع الأصبعين وهو متفق عليه، وجاءت من وجه آخر عند ابن ماجه وفي سناد الحجاج بن أرطاه وهو سيء الحفظ ضعيف الحديث، وجاء في البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان يؤذن وهو سادل يديه، ولكن إذا وضع اليدين على الأذنين من باب حفظ الصوت هذا لا بأس به، لكن ليس هو سنة. نعم. عفى الله عنك. قال ويترسل في الأذان، والترسل هو الترتيل والتأني وعدم العجلة. قال ويحذر الإقامة، والحذر هو السرد والإسراع بأن يصل كلمات الإقامة بعضها ببعض. والدليل على هاتين المسألتين ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. هذا أثر، ولكن عليها العمل. السبب في ذلك أن الترسل في الأذان لأجل المتابعة، ولو لم يترسل المؤذن كيف نتابعه؟ بخلاف الإقامة يحضر، لأن ما لا متابعة الإقامة، ما تشرع متابعة في الإقامة، لما متابعة تشرع في الأذان فقط، لذلك شرع الترسل. السبب آخر أن الترسل في الأذان إذا كان الرجل نائما بإمكانه يستيقظ يتوضأ، وأما الإقامة فإنها لمن في المسجد وليست منادى لمن كان خارج المسجد. نعم. عفى الله عنك. وهذا الحكم هو الترسل في الأذان والحذر في الإقامة مجمع عليه. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا رواه ابن خزيمة بسند صحيح، وليس عند ابن خزيمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إنما لفظ من السنة. فقال المؤذن في صلاة الفجر حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، يقول ذلك مرتين. وقد اختلف الفقهاء في موطن ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها تقال في الأذان الأول، دل على هذا الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلالا يؤذن بليل، ولكن هذه الرواية معلولة ضعيفة ولا تصح إلا مرسلة من رسول سعيد بن المسيب. استدلوا على هذا أيضا بما جاء عند
النسائي وغيره إذا أذنت أذانك الأول. وهذا أيضا ضعيف إسناد أبو جعفر لا يعرف من هو. القول الثاني في المسألة أن الصلاة خير على النوم في الأذان الثاني، يدل على ذلك حديث نعيم بن نحام عند البيهقي ورجال ثقات ولكنه مضطرب معلوب الاضطراب. ويدل على هذا القول أن الأصل في النداء هو الثاني ليس هو الأول، فعلى هذا يوضع في الأصل ليس في الفرع أو في المختلف فيه. وقول الثالث أن يجعلها في الأذانين في الأول والثاني، وأصح الأقوال القول الثاني أن الصلاة خير أنه في الأذان الثاني. نعم. عفى الله عنك. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أي لا يؤذن لأي صلاة من الصلوات الخمس إلا بعد دخول وقتها سوى الفجر، فيستحب أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، ثم بعد دخول وقتها يؤذن الأذان الثاني الذي هو فرض كفاية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو البخاري مسلم. وزاد البخاري في آخره فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وزاد مسلم في آخره أيضا ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. لفظة لا ينزل هذا ويرقى هذا هذه لفظة مدرجة من كلام القاسم، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي، ولا يبنى عليها حكم. وقوله في مسألة إلا في الفجر يؤذن قبل الوقت، حقيقة أن بعض الفقهاء يرى حتى الأذان الثاني قبل الوقت، وهذا غلط، والناس يعملون به في الحقيقة في نجد، ظلوا فترة طويلة يعملون بهذا القول، يؤذنون الفجر قبل الوقت بناء على هذا المذهب، وهذا المذهب ضعيف، إنما في أذان أول وأذان ثاني. الأذان الثاني لا يصح إلا بعد دخول الوقت، وإذا أذن قبل الوقت فلا أصل له ولا يجزئه، والأذان الأول إن أذن ولا ليس بلازم، المعتمد على الأذان الثاني الذي هو فرض كفاية. وما الأذان الأول ليس بفرض كفاية، إنما هو السنة. الأذان الأول سنة وأيضا مختلف في هذه السنة لم يتفق العلماء عليها، أما الأذان الثاني هذا فرض كفاية، وذلك لو اتفق أهل البلد على ترك الأذان وجب قتالهم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الأذان أمسك عن الإغارة علامة على إسلام وإقامة شعائر الله، ولو لم يسمع أذانا لقاتلهم على معنى أنهم غير مسلمين. إذن الأذان من شعائر أهل الإسلام الظاهرة. عفى الله عنه. قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فإذا أتى المؤذن بجملة من جمل الأذان قال المستمع مثله، ويستثنى من ذلك الحيعلة فيقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب المستمع بعد انتهاء الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما روى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. ويستحب أن يقول المستمع للمؤذن بعد متابعة له في الشهادتين ما رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالإسلام ربا ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
هذا. وإذا استمع المسلم إلى الأذان في المذياع فإن كان ينقل على الهواء مباشرة. هذا الرواية هذه تشهد للقول بأن هذا في ليس في النهاية إنما قبل النهاية، وهذا من القرائن القوية. يقول رضيت بالله ربا حين يسمع ما يقول، لأنه هنا قال إذا سمع المؤذن يقول أشهد الله محمد رسول الله، لم يقل سمع ما يقول لا إله إلا الله، فهذا يدل على أنه يقول رضيت بالله ربا في هذا الموطن، بعكس رواية ابن خزيمة فلا تدل على أن يقول ذلك في النهاية، ولكن رواية مسلم مقدمة. نعم. عفوا قال هذا إذا استمع المسلم الأذان في المذياع فإن كان ينقل على هواء مباشرة وهو في وقت الصلاة شرعت له متابعة وإجابته لعموم الحديث السابق، أما إن كان هذا الأذان مسجلا فإنه لا تشرع متابعته لأنه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقة في هذا الوقت. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه لا يجوز مؤذن أن يضرب بالطبل ونحوه قبل الأذان كما يفعل بعضهم، ولا يشرع وأن ينبه الناس في مكبر صوته غيره قبل الأذان كقوله صلوا أو نحو ذلك، وكذلك لا يشرع له أن ينادي بعد الأذان إلى الصلاة إذا أبقى الناس، وهما يعرف بالتثويب لأن ذلك كله محدث من المحدثات، والأصل في العبادات التوقيف، فما لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين من العبادات مع وجود المقتضي وإمكان فعله فلا يجوز فعله بعدهم، لأنه من البدع لقوله عليه السلام أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع التتويب في الظهر أو العصر قال لمن معه أخرج بنا فإن هذه بدعة. وكذلك لا يشرع المؤذن أن يقول الذكر الوارد بعد الآن في مكبر الصوت لأنه لا يشرع رفع الصوت به بهذا الذكر، ولأن رفع الصوت به أو بغيره من الأدعية كالاستعادة والأسماء وغيرهما أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو بعدها أو وسطه يجعله كأنه جزء من الأذان، والأذان لا تجوز زيادة فيه. فرفع الصوت بهذه الأذكار من البدع المحرمة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب شرائط الصلاة، وهي ستة. الشرط الأول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، وهذا الشرط مجمع عليه. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا بد من أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح صلاته، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، والدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الشرط مجمع عليه. نعم هذا مجمع عليه، وذلك من شروط الصلاة دخول الوقت، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء، فمن صلى الظهر قبل وقتها بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها، ومن صلى الفجر قبل وقتها بطل الصلاة ووجبت عليه إعادتها، لأن الله جل وعلا جعل للصلوات أوقاتا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأوقات وأجمع على ذلك المسلمون، فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا في العشاء والعصر، تقدم مع الظهر في الجمع، تقدم مع الظهر في الجمع، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، جمع في عرفات، وجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء، وجمع في المدينة من غير خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فكان في هذا دلالة أنه إذا كان بترك الجمع مشقة وحرج فإنك جمع، وإذا لم يكن فيه مشقة ولا حرج فإنك تؤدي كل صلاة في وقتها. نعم. أظلان قال ووقت الظهر من زوال الشمس وزوال الشمس وأن تميل إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار، وذلك أن الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء، فإذا سارت الشمس قليلا جهة الغروب فقد زالت، تكون في وسط السماء فيخيل للناظر أنها وقفت، الشمس ما تقف والشمس تجري مستقر لها، وقد ترى لا مستقر لها، الشمس ما تقف ولكن يخيل للناظر أنها وقفت لأنها تأخذ دورتها، والشمس كبيرة جداً
فيتأخذ دورته هكذا. فإذا أخذ دورته في وسط السماء وتأخذ دورة يخيل الناظر أنها واقفة فيكون الظل واقف. أن تضع الشخص قبل الظهر مثلا بنصف ساعة الأذان ثم يقف الظل لأن الشمس تأخذ دورتها ثم تضع علامة. إذا تحرك الظل خمس دقائق ويتحرك بعد الوقوف ففي هذه الحالة تكون الشمس قد زالت. يقدر الآن بكثير بخمس دقائق هذا أكثر ما يقال عنه. نعم. عفى الله عنك وهذا وقت مجمع عليه ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وذلك بأن يوضع في الشمس شاخص كعصا مستقيمة أو نحوها ثم يقاس ظلها بعد زوال الشمس. نعم تضع العصا قبل الزوال لأن بعض الناس يأتي الآن وينظر طوله إذا رأى طوله يقول دخل العصا هذا غلط محض لا قيمة. بعضهم يقول أيضا أطول من ظلي هذا من الشاخص تضعه قبل الزوال وزالت عليه الشمس لا من بقائك وجلوسك هذا لا معنى له ولا قيمة له. ينبغي يعني التنبؤ لذلك لأن بعض الناس ما يفهم الحديث يطبق عن جهل فيظن يقف الآن ويقول أطلع بالشمس تجعل أن ظلك أطول منك دخل وقت العصر لا ما دخل وقت العصر بمع الشاخص الذي وضعته قبل الزوال وزالت عليه الشمس هذا المقصود. نعم. عفى الله عنك قال فإذا بلغ طول هذا الظل مثل طول هذه العصا بعد حسم ظل الزوال فقد انتهى وقت الظهر. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى حين غابت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر قال قم فصله فصلى حين برق الفجر أو قال حين سقع الفجر ثم جاءه في الغد الظهر فقال قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثل ثم جاء العصر فقال قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي قال ووقت العصر وهي الوسطى أي أنها أفضل الصلوات الخمس يبدأ من آخر وقت الظهر فإذا بلغ ظل شيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر ويستمر وقت الاختيار لصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العصر بعد هذا الوقت. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول لا يناقض الرواية الأخرى نصف الليل إن من قال الثلث حسب من العشاء الآخرة ومن قال النصف حسب من المغرب. عفى الله عنك ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين واحمرار الشمس واصفرارها قال ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة فوقت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه أداء العصر في وقت الاختيار أن يؤخرها إليه فيؤديها فيه يبدأ من اصفرار الشمس ويستمر إلى غروب الشمس. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. قال: ويبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ودليل هذا الوقت حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق ذكره قريبا. قال: ويبدأ وقت العشاء من ذلك، أي من غروب الشفق الأحمر، ويستمر إلى نصف الليل. فإذا انتصف الليل فقد انتهى وقت الافطار، فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العشاء بعد هذا الوقت. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم من انتصاف الليل يبدأ وقت الضرورة لصلاة العشاء، ويبقى وقت الضرورة مستمرا إلى طلوع الفجر الثاني. ودليل هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي قتادة مرفوعا: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حين يجيء حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال: ويبدأ وقت الفجر من ذلك، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى إلا الفجر، استثنى من ذلك الفجر بالإجماع. وقد أجمع العلماء على أن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الفجر. ويقيد حديثه بقتادة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى بالإجماع. وهذا من المواضع التي قيد الإجماع فيها النص، فيحفظ هذا الموضع كناحية أصولية. نعم. قال: ويبدأ وقت الفجر من ذلك، أي من طلوع الفجر الثاني، ويستمر إلى طلوع الشمس. وهذا الوقت مجمع عليه. ومن أدلة هذا الوقت حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو بن السابقان. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أي أن المصلي إذا دخل في إحدى الصلوات الخمس بتكبيرة الإحرام وهو في وقت هذه الصلاة فيعتبر قد أدرك هذه الصلاة، ولو خرج وقت هذه الصلاة بعد تكبيرته للإحرام مباشرة. هذا القول الأول في المسألة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يكون مدركا حتى يأتي بالركعة، وهذا أصح من الذي قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة. فدل ذلك أن الوقت والصلاة تدركان بركعة، ولا يدركان بمجرد تكبيرة الإحرام. وهذا هو القول الثاني عن الحنابلة، هو أصح مما ذكره المؤلف، لأن هذه رواية عن أحمد. نعم. عفى الله عنك. وقد استدل أصحاب هذا القول بما ثبت عن عائشة مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، رواه مسلم. قالوا: معنى الحديث من أدرك من الصلاة قدر سجدة فقد أدركها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا هو الأقرب. وإذا كان المسلم في منطقة الوقت كله نهار أو كله ليل لمدة طويلة كستة أشهر كما في بعض المناطق القطبية، فإنهم يحسبون الأيام ويصلون ويصومون بحسب وقت أقرب البلدان التي وقتها منتظم إليهم، ومثلهم المناطق التي لا يغيب عندهم الشفق الأحمر، فإنهم يوقتون دخول صلاة العشاء بغيابه في أقرب البلدان إليهم. نعم، هذا صح الأقوال. المسألة خلافية هذه. في قول ثاني في المسألة
أنهم يقيسون على الوقت الذي يعتدل عندهم فيه القطب، بمعنى ستة أشهر ما يكون فيه اعتدال، ستة أشهر فيه اعتدال، نقيس على ما فيه اعتدال على ما ليس فيه اعتدال ونلو به. وهذا قول قوي أيضا. وإذا لم يكن عندهم بلاد مجاورة معتدلة، ولم يكن عندهم أيضا حساب منضبط، فقال الطائفة من العلماء يعملون بعمل أهل مكة، يعملون بعمل أهل مكة. وهكذا أيضا في الرؤية. وقال الرابع أنهم يعملون على الجهة، وأنه لكل جهة أحكامها، فالشمال لهم حكم، جنوب لهم حكم، الشرق لهم حكم، الغرب لهم حكم، فعلى ينظرون البلاد المسامتة على جهتهم وعلى قطبهم، فمتى ما وجدوا شيئا منك يعملون به. وهذا أيضا قول قوي. والذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه تعالى في الرؤية، نعم، عفى الله عنك، وقريب ممن سبق ذكرهم إذا سافر المسلم على الطائرة متجها إلى الغرب وكانت المسافة طويلة، فإن كان سيمر عليه 24 ساعة لم يدخل وقت إحدى الصلوات الخمس، فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي صلى في اليوم والليلة. ذلك الوقت قريبا، مثل حين عندنا في بريدة حين تسافر إلى جدة، نحن نعرف أن الجد يتأخرون عنا في المغرب ثلث ساعة، ويختلف ذلك اختلاف الأوقات، ولكن أنت في الطائرة ترى الشمس، فبالتالي ما دمت ترى الشمس لا تفطر، لأن هذا ليس طويلا، فلا تقول أحسب الساعة على بريدة ثم أفطر على بريدة، هذا في نظر، لأن هذا ليس مدة طويلة، فبالتالي تلتزم التأخر حتى تغيب الشمس. إن غابت وأنت في الجو فالحمد لله تفطر، ما غابت حتى وصلت إلى جدة فلا تفطر إلا بعد الغيبوبة، ولا تحسب على حساب بريدة. عفى الله عنك، فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليلة، ويراعي في أداء هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه إليه، لينتظم توقيت الصلوات لديه إذا وصل إلى ذلك المكان. أما إن كان وقت الذي سيمر عليه 16 ساعة أو أقل، فإنه لا يجب عليه أداء أي صلاة في هذا الوقت، لأن هذه المدة توجد بين فرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد، ولأنه قد نقص من اليوم ثلثه، والثلث كثير كما ورد في الحديث، ومن صلى المغرب ثم هذا قول. في قول ثاني تقدر تقدر القدر، تعمل بالقدر، ولكن العمل بالقدر يشكل عليه، لأنك لو صلت بدل آخر قد تصلي 6 صلوات وهذا بعيد. الله النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن الله على عباده، فرض 6 صلوات. فإذا أمكن قدر القدر كما في الدجال في آخر الزمان حين يخرج يوم كسنة، خير صلى كيف نصلي؟ قال اقدر له قدره فنصلي على، لكن ما نتجاوز 5 صلوات. إذا أمكن القدر بلا زيادة في الصلوات فهذا واجب، إذا ما أمكن بمعنى أن يمكن نصلي 5 صلوات ولو تأخرنا 6 ساعات 10 ساعات على حسب القطب الذي سنمر به، فنعمل حينئذ بذلك ولا فيه إشكال. أفران قال من صلى المغرب ثم أطلعت به الطائرة فرأى الشمس، فإنه لا يجب عليه إعادة صلاة المغرب، لأنه قد أداها على وجه صحيح. نعم، أداها على وجه صحيح ولا يرى ما يترتب عليه بعد ذلك. نعم، نعم. العكس، هو ما رأى شيء في السماء، غابت على الشمس، صلى المغرب في السماء، فلما صلى ذهب المنطقة الشمس عندهم حية. هذا يوجد في الدول الأوروبية، طبعا عندنا ما يوجد هنا في الجزيرة العربية، لكن يوجد هناك عندهم. نعم، وهذا نستفيد من الذي يذهب للعلاج ويذهب لكذا ولكذا، أما مسألة الذهاب للسياحة ذكرنا أكثر مرة هذا لا يجوز. نعم، إذا غربت الشمس عليك في تلك البلاد يجب على صلاة المغرب وحضر وقتها، وهو الآن اللي بيصلي كم؟ بيصلي من صلاة صلى المغرب، خلاص ما يجب عليه، لا وقف صلى المغرب ما يجب عليه، لا يصلي 6 صلوات. نعم،
حسن قال والصلاة في أول الوقت أفضل. والدليل قوله تعالى فاسبقوا الخيرات، والمعنى سارعوا إلى فعل جميع الخيرات، والصلاة من الخيرات، فتستحب المبادرة إليها في أول وقتها لعموم هذه الآية ولحديث جابر بن عبد الله الآتي قال إلا في العشاء الآخرة فإن الأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها الاختياري وهو نصف الليل. والدليل على استحباب تأخيرها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، قالوا إن كان تأخير وقت العشاء لا مشقة فيه على المأمومين كان هو الأفضل كما في الحديث السابق، وإن كان الأرفق بهم التبكير بالصلاة بكر بها لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهادرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والفجر كان يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم، وهذا التفصيل أرجح